السلام عليكم ورحمة الله، عدنا لكم من جديد في حلقة من حلقات تاك جاستيون، الحلقة المتوالية تابعا للحلقة السابقة والجزء الثاني ديال البيجي دو تريزوروري اللي غنشوفوا فيه البيجي دي فونت، يعني البيجي دي فونت اللي داخل في لونكيسمون، يعني لونكيسمون شفنا فيها بليزيور اليمون، دونك من بين هاد لي زيليمون كنديروا البيجي دو فونت. البيجي دو فونت عاد كنشوفوا البيجي ديال لي زوتر برودوي اللي داخلين في لونكيسمون. دونك عندنا بيجي دو فونت، غتعرفوا على البيجي دو فونت كيفاش نصاوبوا الطابلو ديالو، كيفاش نتعاملوا مع لي زانفورماسيون كومبليمونتير، وكيفاش نخدموا بالبيلون اللي تيكونوا عاطينا في ليكزيرسيس باغ اكزومبل. دونك هذا هو باغ اكزومبل، هذا هو ليكزومبل اللي غنخدموا عليه اليوم. غادي نشوفوا كيفاش نصاوبوا ان بيجي دو فونت باش نصاوبوا البيجي ديال لونكيسمون. يعني باش نصاوب البيجي ديال لونكيسمون خصني نمر من بزاف ديال المراحل باش نصاوب البيجي دون كيسمون، يعني خصني تان نصاوب البيجي دو فونت عاد من بعد نجمع لي زوتر برودوي اللي داخلين في لون كيسمون بيان سور. دونك عندنا هذا بار اكزومبل، هذا هو البيلون عندي، فيه واحد العنصر اللي غنحتاجو اللي هو الكليون او الكريونس كليون 40000 درهم في البيلون اللي عندي، البيلون ديال لو موا جانفي بار اكزومبل. دونك عندي لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي عندي على هذا الشكل هادو، لي ريغلومون دي كليون كوم سوي. دونك عندي يعني الكليان غيخلصوني بهذه الطريقه 50% او كونطون، يعني 50% في شهرها و 50% او موا سويفون. دونك عندنا هاد المود دو ريغلومون ديال لي كليون، ولكن عندنا لي كريونس كليون اللي ديجا انا كنتسالهم الكليون ديولي وغادي يخلصوني فيهم فهاد لي شيونس، يعني واش لاص كتسمى لي شيونس بيجيتير. لي شيونس بيجيتير يعني وصل الاجال ديالهم في البيجي انهم يدخلوا يتخلصوا او اللي يتحسبوا، دونك غادي يديونا فيهم داكشي اللي كنتسالهم. دونك ريبارتي كوم سوي، دونك 50% جانفي و 50% افريل، داكوغ. دونك هادي هي الكريونس كليون اللي كنهضروا عليها دابا هنايا في هذه العمليه هذه. عندنا 40000 قال لي 50% جانفي و 50% افريل، دونك انا غنشوفوا كيفاش نتعاملوا معاها في الطابلو ديال البيجي دو فونت. عندنا لي فونت تي تي سي، داكوغ، عندنا 4 موا ياك، كل موا وعدي ان مونطو، جونفي 10000 درهم، فيفري 20000 درهم، مارس 30000 درهم، افريل 50000 درهم. دونك هادو هما لي فونت تي تي سي. دونك واحد المعلومه اللي بغيت نشير ليها بالنسبه للبيلون اللي تيكونوا عاطينكم في ليكزيرسيس اولا البيلون ديال لو موا، داكوغ، البيلون ديال لو موا، دونك هاد لي مونطو اللي تيكونوا فيه راهم سو سون دي مونطو تي تي سي، داكوغ. دونك داكشي اللي تيكون في البيلون تيكون تي تي سي. دونك حتى لي فونت اللي غادي يكونوا غيكونوا تي تي سي، لانني ماشي معقول انا غنبيع للكليون ديالي وما تنبيعش ليهم مونطون تي تي سي، يعني فيه الضريبه، يعني المونطون على حساب اللي قرينا في لا كونطابيليتي دي زوبيراسيون كورونت، لا فاكتور نيت ا بيي اللي كان يخلصني فيه الكليان تيكون فيه داخله فيه التي في، يعني نيت ا بيي تي تي سي. دونك داكشي علاش لي فونت اللي تنبيع انا للكليون تيكونوا لي مونطون تي تي سي. دونك انا غنشوفوا كيفاش نتعاملوا، كيفاش نصاوبوا ان طابلو ديال البيجي دو فونت. طابلو دو بيجي دو فونت كيكون على هذا الشكل هذا، هادو هما المراحل. دونك اول حاجه كندير هنايا خانه فيها لي فونت تي تي سي وفيها كريونس كليون، داكوغ. دونك هذا هو البيجي دو فونت، فونت تي تي سي كريونس كليون، داكوغ. عندي لي موا هنايا، عندي جونفي فيفري مارس افريل كما العاده، كما اللي عندي في الفونت في لي فونت. دونك عندي الخانه الاخيره بيلون بريفيزيونيل، داكشي اللي كيبقى شايط ليا انا من العمليه ديال الريبارتيسيون كنحطو في هاد الخانه الاخيره. علاش؟ فوقاش غنحتاجو؟ ملي تيقول لي في واحد السؤال صاوب لو بيلون بريفيزيونيل، البيلون بريفيزيونيل من بعد ما صاوبتي هاد البيجي وتخلصتي ودخلتي وشفتي شحال بقى في الخزينه ديال لونتربريز، صاوب لي البيلون بريفيزيونيل او البيلون الافتراضي. دونك هذا هو البيجي دو فونت. دونك انا غنشوفو كيفاش كنتعاملو معاه. اول حاجه غنمشي لي فونت، اش قال لي لي فونت كيفاش غنتعامل معاهم، عفوا كيفاش غنتعامل معاهم. اول حاجه اش قال لي في لي فونت، لي ريغلومون دو كليون كوم سوي 50% كونطون 50% مو سويفون. دونك هادي ديال جانفي شحال فيها 10000، اش قال لي في المود باش يخلصني، كيفاش يخلصني كليان، قال لي نص او كونطون يعني في شهرها والنص في الشهر الماجي. دونك انا هاد المونطون ديال 10000 فين كاين؟ كاين في جانفي. دونك غنقسمها على جوج، 5000 5000، 5000 او كونطون يعني في شهرها، ها هي 5000، و 5000 الاخرى اللي بقات في لو موا سويفون اللي هو فيفري، ها هو داكوغ. هادي هي العمليه ديال الاولى. غنمشي نمر لي فونت
التالية فيفريي، عفوا عندي فيفريي، فيفريي شحال عندي؟ 20,000 درهم. غنقسمها على جوج كما العادة، 50% او كونطو، اي 50% مو سويمون كونطو، يعني في شهرها، في داك الشهر غتحط غتخلص في لو موا ديالها، في الشهر ديالها. دونك ها هي عندي 20,000، 10,000 او كونطو يعني في شهرها، عندي انا 20,000 افريل داكو، قسمتها على جوج، 50% غنحطها في شهرها او كونطو، ملي كنسمع او كونطو يعني في شهرها، يعني تم غتخلص في البلاصة. النص الثاني لو موا سويفون، يعني عندي 20,000، 10,000 فيفريي او كونطو، و 10,000 لو موا سويفون اللي هو مارس. غنمر عاوتاني المارس 30,000 درهم، غنقسمها على جوج، 50% او كونطون يعني في شهرها، يعني في مارس نيت، غتبقى في مارس هي 15,000، و 15,000 الاخرى غادي نحطها لافريل داكوغ. دونك 15,000 لو موا سويفون افريل، غنمشي لافريل، افريل عندي 50,000 درهم، غنقسمها على جوج، 25,000 درهم، 25,000 درهم، 25,000 درهم او كونطون يعني في شهرها، ها هي داكوغ، ها هي، و 25 في لو موا سويفون. بما ان ما عنديش موا سويفون، يعني ما عنديش في في في, في الطابلو، ما عنديش شي موا اخر، كنحط هذاك الشيء اللي شاط ليا، اللي بقى شايط في البيلون بريفيزيونيل، الخانه ديال البيلون بريفيزيونيل، شاطت ليا 25,000 لو موا سويفون، انا ما عنديش موا سويفون من بعد افريل، دونك كنحطها في البيلون بريفيزيونيل داكوغ. دونك هادي بالنسبه للريبارتيسيون ديال لي فون تي تي سي. غنمشي للكريونس كليون، كريونس كليون كنزيدها. دونك اش كندير، اش قال لي في كريونس كليون؟ لي كريونس كليون ريبارتي كوم سوي. دونك عفوا عفوا، دونك عندي لي كريونس كليون ريبارتي كوم سوي، 50% جانفي و 50% افريل. فين هي الكريونس كليون؟ ها هي كريونس كليون، كنمشي نجيبها من البيلون داكوغ، كنجيبها من البيلون ديالي، عندي 40,000 درهم، دائما ملي كنبغي ندخل لي كريونس كنمشي نرجع نجيبها من البيلون، عندي 40,000 درهم. 20,000 درهم غنحطها في جانفي، قال لي نصها، يعني غنقسمها على جوج، نصها في جانفي ونصها في افريل. دونك هذاك الشيء اللي غندير، عندي 40,000 درهم، ها هي 20,000 جانفي و 20,000 في افريل داكوغ. دونك هنا ساليت. دونك لاحظتوا معايا في الطابلو ديال البيدجي دي فونت اش فيه؟ لي فونت تي تي سي بلس كريونس كليون اللي كاينين في البيلون اللي عندي داكوغ، لي فونت بلس كريونس كليون. دونك غنجمع، دونك غنبدا نجمع لي طوطو. دونك عندي 5,000 زائد 20,000 25,000، 5,000 زائد 10,000 15,000، 10,000 زائد 15,000 25,000، 15,000 زائد 25,000 زائد 20,000 هي 60,000. وهنا في البيلون بريفيزيونيل ما عنديش والو، عندي 25,000 غنحطها هي نفسها. دونك هذا فيما يخص البي جي دي فونت، البي جي دي فونت، طابلو دي بي جي دي فونت هو على التشكيل هذا، فقط كنعتمد على لي فونت اللي عندي في الطابلو. دونك كيفاش كنريبارتيهم؟ كنريبارتيهم انطلاقا من المود دو بايمون ديال الكليون. كيقول لي ها الكليون ها كيفاش غيخلصنا في هاد لي فونت ديالو، غيخلصنا 10% او كونطون، 20% مو سويفون، 30% 30 جوغ فان دي موا الى غير ذلك. دونك كنعتمد على المود دو بايمون ديال الكليون، اشنو كيفاش كيخلصني الكليان، شنو الطريقه. عاد من بعد كنمشي للكريونس كليون كما قلنا، كنجيبها من البيلون ديالي، من البيلون اللي عندي في اللي كيكون معطي ليا، تنمشي للكريونس كليون وتنشوف عاوتاني نفس لي زانفورماسيون كومبليمونتير، تنمشي للكريونس كليون لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي متعلقين بالكريونس كليون، ونشوف كيفاش كيخلصني الكليان اللي كنت كنتسالو انا لي مونطو اولا الكريونس. دونك الى هنا اصدقائي انتهت الحلقه ديالنا المخصصه الجزء الثاني من البيجي دو تريزوري اللي هو البيجي دي فونت. نتمنى انكم تكونوا استوعبتوا الحلقه، نتمنى لكم التوفيق في باقي امتحانات. الى ذلكم الحين انتظرونا في مزيد من الحلقات ومزيد من الشروحات. اقول لكم مع السلامه وبالتوفيق للجميع.